يجوز استعمال رشاشة الرب في الصيام. نعم يجوز. هذه الرشاشة ديال الدقة، الله يعافينا ويعافيكم، ما كتفطر شيء. هذه في السوام ماشي ديالي أنا، خاصها تكون ديال الطبيب. وسألنا الاختصاص ديال الأطباء شنو هي عبارة عن غاز. غاز غاز بحال الهواء. إلا تفطر هذه كاين شحال من كيسحبلو زعما راه شي غبرة ولا شي حاجة كتدخل. لا، غازات. وبما أن الأكسجين ما كيفطرش والريح ما كتفطرش والأشياء الطبيعية اللي جاية في الهواء ما كتفطرش، راه حتى هذيك ما تفطرش بإذن الله، لأنها كتمشي للرية ما كتمشيش للمعدة، وهي هواء يعني بين قوسين هو يعني غازات، فلذلك ما كتفطرش إن شاء الله. هكذا سمعنا من أطباء، غير نعرفوا الطبيعة ديال المادة شنو هي وبالضبط يعني فيزيائيا اش كيوقع. الله يجعل البركة. الساعة الفقيعة كيفتي.